الإمام الشافعي يقول أبى الله أن يتم إلا كتابه، ولهذا هذه مسألة مهمة ينبه عليها بعض الكتاب من العلماء المعاصرين. يقول لك أنا عندما أنقل كلاما من مرجع لا يعني أني أزكي وأصوب كل ما قاله كاتب ذلك الكتاب، يعني أنا استشهدت بمقولة للعالم الفلاني أو للكاتب الفلاني أو للمفسر الفلاني، ليس معنى هذا أنه ليس عنده أخطاء في مواطن أخرى يعني. وإلا إن أردنا أن نطبق هذه المسألة على تفسير الضلال أو غيره، لن نقرأ شيئا إلا كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سألني مرة طالب كنت أدرس الكتاب العقيدة الطحاوية في المعهد، كيف نأخذ من رجل عنده أخطاء في العقيدة؟ قلت له ماذا نقرأ نحن الآن؟ قال نقرأ العقيدة الطحاوية وشرح. ألا تعلم أن العلماء انتقدوا مسائل عقدية في الكتاب الطحاوية؟ قال نعم، مفهوم الإيمان عندهم يعني فيه مخالفة، لكن هل نترك كل ما في هذا الكتاب من علم وخير؟ اقرأ واسأل وميز وخذ ما دلت عليه الدلائل، واترك أمور التي تستنكر من أهل العلم وجمهور أهل العلم وهكذا. نعم.